على الأكيد الزيارة هي بوشوري استطلاعية بده يسمع. هلأ في بعض المعلومات اللي منا أكيدة أنه جاي كمان يشجع اللبنانيين على التسوي، لأنه تاريخ لبنان هو تسوي بالنتيجة، ولكن كل الإشارات توحي أنه الأفرقاء المعنيين بالانتخاب الرئاسي تحديدا منهم مستعدين لاستقبال لودريون بمنتصف الطريق. لذلك لودريون من حيث الشكل كل الظواهر توحي انه ما عنده شيء يقوله، جاي يسمع، ولكن الدبلوماسيات خصوصا الفرنسية اللي هي دبلوماسية عريقة على الأكيد عندهم هدف مخفي. هالهدف المخفي منه واضح، يمكن توقيته بعد ما حل لإعلانه. هلأ شو هالأمر المخفي؟ بالتأكيد لازم نحدد زيارة لودريون من حيث السياق التاريخي. أولاً لودريون جاي قبل قمة النورماندي، القمة الفرنسية الأمريكية، ومن بعد اتصال مع ولي العهد السعودي. إذا جينا نحلل الاتصالين أو الحدثين، الملف الرئاسي منه أساسي أو من أولويات الأجندة السعودية، وربما يعني السعودية تتعاطى مع لبنان كنقطة من النقاط المشتعلة بالإقليم اللي بعيدة عن حدودها، هي همها تصفير المشاكل حول حدودها، ونجحت إن كان في اليمن وإن كان انفتح اللي صار مع إيران أكيد اللي هو اتفاق بكين. بالنسبة للأمريكان، الأمريكان كمان الملف الرئاسي منه أولوية، واضحة أنه منه أولوية، اهتمام هو معالجة وتطويق تداعيات الحرب على غزة. بالنسبة لهم الأهم أنه تبقى الجبهة الجنوبية من دون تداعيات أو من دون انفجار كبير قد يؤدي إلى خربطة بالمنطقة. الأمريكان يبحثون عن تسوية أشمل من موضوع هوكستين صحيح، ولذلك هني واقعيين، هوكستين قاعد على جنب يعني ما عاد عمل من بعد آخر زيارة، ما عاد عمل أي مبادرة، لأنه استطلع وعرف أنه الأمور يعني جامدة، خصوصا أنه قيادة حزب الله نحن لما بنتكلم عنه في لبنان نتكلم عنه كقاطرة سياسية أكثر ما هو بالفعل قوة عسكرية، ولكن هو قادر يعمل شبكة سياسية ضاغطة تجعل منه قوة سياسية لا يستهان فيها. يعني وضع لنفهم مسار التطورات، لنوضع حزب الله فقط قوة مقاومة وقوة عسكرية، هذا صحيح، ولكن كمان ما عم نقدر القوة السياسية لحزب الله. لذلك الفرنسيين قدروا، هوكستين قدر، وهوكستين عنده القول الشهير عن الرئيس نبيه بري اللي بيحمل هويتين، هوية حركة أمل وهوية حزب الله، لعنه البوس. فهونيك القرار. لذلك أهم لقاء بتصور رح يكون لودريون، اللي مثل ما قلتي بالمقدمة هي يعني زيارة منا واضحة، ما في إلا جدول أعمال. حتى سليمان فرنجي على نيو تي في قال ما عارف شو جاي يعمل عندي، بس تحدد موعد. هالغموض هل هو اليوم في مصادر فرنسية نقلت شفناها بالصحف أنه ما تستهونوا بزيارة لودريون، لأنه الجو المرافق السياسي العام الإعلام العام كان أنه مثل ما عم نحكي شو جاي يعمل لودريون. فما بعرف إذا كان فعلا هالفرنسيين عندهم مبادرة واضحة أو فقط يعني لتعبئة الوقت. في نقطة كتير مهمة، لودريون جاي على أساس البيان اللجنة الخماسية. يمكن لنقدر نفهم أكثر شو جاي يعمل لازم نرجع نفكفك الكلمات المفاتيح بهالبيان. البيان شو بيتضمن؟ بالنسبة لي ثلاث نقاط. أول نقطة هو الحياة، معناتها انه اللجنة الخماسية رجعت ضبضبت
أوراقها، ضبضبت الخلافات الداخلية وتوصلت لنتيجة من بعد كمان مساعي ربما أمريكية أنه ما نفوت بالتسميات ونرجع إلى المهمة الأساسية اللي طرحوا عنوان لها، مش الحوار إنما النقاشات، التشاور. التشاور، الكلمة المضبوطة هي استعملوا التشاور. هذا معناتها شو؟ معناتها أنه بعدنا خارج إطار الضغط الدولي. إذا كانوا هول الدول الخمسة هن اللي ممكن يأثروا ويضغطوا على الأفرقاء اللبنانيين، إذا بعدنا بالتشاور يعني لا بدنا نزعل من يدعو إلى الحوار. ولا حضرتك حكيت أنه السعودي غير مهتم، والأمريكي حاليا رابط موضوع الرئاسة وموضوع الترسيم البري وكل شيء بموضوع حرب غزة ونهاية حرب غزة، فبالتالي حتى هذه الخماسية منا اليوم جاهزة. أكيد منا جاهزة، البيان بيوحي وكمان توقف عن الحركة أنه عملوا جولة استطلاعية، أنا برأيي كان هو نوع من الشو السياسي الإعلامي. بس هذه الخماسية ألم تخرج بدعم نوعا ما لطرح الرئيس بري ومعه طرح الاعتدال بالعودة إلى الحوار وهو الطرح المرفوض من المعارضة؟ على الأكيد هني أقرب إلى الرئيس نبيه بري لأنه بيعرفوا موازين القوى في الداخل هي لصالح الثنائي حركة أمل وحزب الله، في حين أنه المعارضة ما بعرف إذا كيف نقدر نحدد كلمة معارضة في لبنان أو جبهة معارضة. الجبهة ما عندها مشروع متماسك مثل جبهة الثنائي، هذه أولا. بموازين القوى أكيد الرئيس بري الدول رح تميل لإله وميلي لإله، بالنتيجة هو الرئيس الأول حاليا والقائد الفعلي للبنان. هلأ نحن المشكلة وين؟ أنا برأيي هي المشكلة عند الرئيس نبيه بري والحل عند الرئيس نبيه بري بموضوع الحوار، من ببعض دول الحوار اليوم. إذا بدنا نأخذ الرئيس نبيه بري كرئيس مجلس النواب، هو عليه أن يدير هذا المجلس. من يدير أي مشكلة أو يريد الوصول إلى هدف بيحدد عدة مخططات، بلان A B C. طيب طرحنا الحوار، القطب المخفي اللي ما عم نفهمها ليه ما عم بيتنازل شوي عن كلمة حوار وبمجلس النواب؟ ليه ما رجع على خطة بديلة على الرغم انه هو مشهور بالابتكار يعني هو بالأرانب؟ هيدي اول نقطة بتخلينا نطرح. لكن الرئيس بري بقول انا رئيس المجلس، طالما انا حضرت بهيدا المجلس انا من يدير هذه بس يدير داخل قبه البرلمان وليس خارج قبه البرلمان، يعني الصلاحيات واضحه بهيدا الحوار. وين بده يصير؟ بالمجلس النيابي، مش بجلسات رسميه. ما بتصور هي حلقات حواريه، هيدا طرح الاعتدال. كتله الاعتدال فهون كمان حتى بطرح الرئيس نبيه بري في علامات استفهام وفي غموض، مثل كمان طرح الاعتدال كمان في غموض. حتى اذا رحنا على بيان اللجنه الخماسيه كمان بنلاقي في شويه انشاء عربي، يعني لانه ما في حلول عمليه، لانه ما في حلول عمليه وما في تسويه. الرئيس بري انه لو اجوا معي على طاوله الحوار من 4-5 أشهر وقت اللي انا طرحت هذا الموضوع يمكن كان هلا كان عندنا رئيس، لانه كان عاطي ضمانات الرئيس بري انه بمرحله من المراحل نوصل لمحل جلسات مفتوحه وبننتخب. يعني انا ما عندي كل المعطيات وما بدي فوت مع الحوار ولا ضد الحوار، لازم يكون في حوار. هلا كيف الآلية ما تحددت بشكل، هي المشكلة حول الآلية. المعارضة اليوم رفض هيدي الآلية، هيدي المشكلة. اذا كان هذا الحوار وآلية الحوار دستوري ولا غير دستوري، نحن بنسأل المعارضة حتى بالتفاصيل من وين في دستور، وين في دستور بلبنان؟ يعني من ايام الطائف وحتى قبل ايام الطائف ولا مرة كانت التسويات الداخلية والخارجية تغلب الدستور ونص الدستور. صحيح. وروحية الدستور وكل هالأمور حتى بعد 2005. وبعد 2005 أصلا الدستور وين اتفاق الطائف؟ ما صار في عنا اتفاق الدوحة، ألغى كل شيء. يعني اللي بعده بيحكي أنه لازم نطبق اتفاق الطائف، اتفاق الطائف ما عاد موجود. يعني لازم نعترف بهالأمور. مرحلة أكثر من ما هو اتفاق، بس هو دستور. يعني لذلك أنه كمان التسوي اللي صارت بالدوخة غلبت الدستور.